أما الآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. مصطفى مزار والتفاصيل. مصطفى مساء الخير محمد، وشكرا جزيلا. شكرا لك إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين لتسجل 1.7 مليار دولار خلال 11 شهر الأولى من عام 22 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 21، وذلك بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%. هذا وقد أوضح جهاز الإحصاء أن الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها جاءت في المركز الأول بقيمة 1.3 مليار دولار، ثم القطن بقيمة 104.3 مليون دولار، ثم الفواكه بقيمة 76.8 مليون دولار. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، أقيم مصنع لتدوير المخلفات البلدية بالمنزلة في محافظة الدقهلية، ويأتي إنشاء وتشغيل هذا المصنع بشراكة استراتيجية بين عدد من الوزارات المعنية والهيئة العربية للتصنيع. بتكلفة 165 مليون جنيه وبطاقة استيعابية تقدر ب 640 طنا يوميا، تم تشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة في محافظة الدقهلية، والذي تم إنشاؤه بتكنولوجيا ألمانية هولندية. يأتي إنشاء وتشغيل المصنع في إطار التوجيهات الرئاسية بالإسراع في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية بين عدة وزارات منها التنمية المحلية والبيئة والتخطيط. احنا بدأنا من 3 سنين تقريبا خطة طموحة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة في محافظة الدقهلية. بدأنا برفع المقالب العشوائية اللي موجودة في المحافظة اللي تكونت على مدار عشرات السنين. المقالب العشوائية دي طبعا كان لها تأثيرات بيئية سلبية كبيرة جدا، بتنتج عن التحلل الهوائي للمادة العضوية وانبعاث غاز الميثان، وزي ما احنا الناس عارفة ان غاز الميثان ده تأثيره على الاحتباس الحراري بيكافئ 21 مرة ثاني أكسيد الكربون، فتأثيره عالي جدا على في تكوين الاحتباس الحراري. مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالدقهلية تعمل على تعزيز القدرة المؤسسية للمنظومة في المحافظة لإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في الدقهلية وإيجاد فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة. المصنع ده مقام على 54 ألف متر مربع لاستقبال 7 مراكز. الطاقة الإنتاجية بتاعة المصنع ديت 600 طن يوم أو حوالي 35 طن في الساعة، مصمم على انه يشتغل شيفتين. الهدف من المصنع ده هو استقبال المخلفات الصلبه والقيام باعمال التمزيق بتاعتها، وبعدين عمليات الفرز واستخراج اللي هي المفروزات اللي هي اللي نستفيد بيها. الدوله تشهد تنفيذ مشروعات جديده في جميع القطاعات الخدميه للمواطنين، حيث تبذل جهودا كبيره خلال المرحله الماضيه لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن منها. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا عددا من اللقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات البحثية والفكرية والمسؤولين بوزارة الطاقة ونواب الكونغرس الأمريكي. وخلال لقاء المائدة المستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، ألقى الملا كلمة سلط فيها الضوء على جهود مصر في تأمين جانب من احتياجات أوروبا من الطاقة أثناء الأزمة العالمية، استثمارا لدورها كمركز إقليمي للتجارة وتداول الطاقة، موضحا أن التحديات الراهنة في أسواق الطاقة العالمية أثبتت أهمية الجهود المصرية الاستباقية منذ عام 2018 لإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط
وما نتج عنه من تكامل إقليمي فعال في تسريع وتيرة تنمية موارد الغاز واستغلالها بالمنطقة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف الأمريكية، وقد ارتفع خام برنت ب1.5% ليصل إلى $82.78 للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يعادل 1.3% ليسجل $76.68 للبرميل. هذا وقد صعدت أسعار المازوت عالميا هي الأخرى بما نسبته 4.22% لتصل إلى $2.78 للتر. في المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 4.44% لتسجل $2.43 مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن صندوق النقد الدولي عن تخصيص $73 مليون لصالح الكاميرون من أجل تعزيز المرونة الاقتصادية لياوندي. وفقاً لبيان للصندوق، يأتي صرف هذا المبلغ في إطار برنامج اقتصادي مدته 3 سنوات وقعته الكاميرون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2021. وأضاف البيان في نهاية البرنامج أنه يتعين أن تستفيد الكاميرون من حوالي $689.5 مليون. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع محمد عبد الله وإيمان منصور. شكرا لك مصطفى.